السلام عليكم. خليك قاعد حبيبي، شلونك؟ اقعد اقعد، خليك كمل. شلون الشباب؟ شلون الامور؟ هاي التشريع اليوم سوى تسريحه. كمل له كمل له كمل له. مشاهدي الكرام، هذا المنظر جميل جدا. رغم الالم ورغم الخوف ورغم التهديد، شباب يحبون الحياه وما ينسون انفسهم، وليدات حلوين حلوين يردون الحياه. هذا هسه يمكن انا وقت عصر موجود، وذول الشباب عم الله يساعدك. وانت تشتغل، انت ايش مهنتك؟ حلاق لو؟ اي حلاق. حلاق؟ اي عم. انت منين؟ من الحي. من الكوت؟ من الحي؟ اي من الكوت من الحي. ايش قد صار لكم هنا؟ حجر صرنا فوق 30 يوم. ما رايح لاهلك؟ لا ما رايح. زين، شنو اللي انتم طبيعه الخدمات اللي تقدموها؟ حجي كل شيء متوفر. شو يعني؟ كباب، كل شيء موجود. غدا وعشاء كباب. اي. يوميا. يوميا مستمرين. زين، شلون يوصلكم الاكل؟ الدعم؟ الدعم من عندنا احنا شباب بيناتنا، احنا عندنا هيئه حسينيه، السنه اجينا المجالس وان شاء الله جينا هنا. يعني فلوس المواكب الحسينيه. ايه. صرفتوها. ايه. انتم فعلا، انا قايلها، انتم الان في معسكر الحسين لانكم انتم تقاتلون عن الحق وطلعتوا على طلعتوا من اجل حقكم. ايه. وهذا هذا هو جهاد حقيقي. ايه. هو الحسين طلع من اجل اصلاح، واحنا نصلح انفسنا ونصلح الدوله. طلعت الدوله فاسده، يعني شباب كلها عطاله بطاله، لا شغل لا عمل. يعني صار لنا فوق 30 يوم هنا احنا. خوش. انت كمله كمله، عم الله يساعدك حبيبي. شنو متواعد انت؟ شو سشوار؟ شنو الموضوع؟ شوي ترتيب. انا هو ما نازلين. لازم انت تاخذ سلف وتودي صاحبتك. لازم. لا والله. شنو هسه؟ شنو اليوم وين رايح؟ والله هنا بالموكب. بالموكب نخدم. اي ايش قصة لك هنا؟ صار 33 يوم. اهلك امك؟ والله لا والله ما رايح. أبوك؟ ما رايح والله. خابرهم؟ خابرهم. اي انت ايش قد عمرك بابا؟ اني 19 مواليد 2000. شنو مطالبك؟ مطالبي تغيير النظام للدولة الجديدة، شباب بلا شغل بلا عمل. اي يعني ابسط شيء رد، يعني حياه عيشه كريمه. كريمه. اي زين، انتم بالحي وضعكم شلون؟ كهرباء؟ والله وضع تعبان، الشوارع تعبانه كلش. يعني الطلاب حتى بدون رحلات. بدون رحلات. مدارس عندنا حتى مدارس طين. والله. والله. اي بعد. يعني مستشفيات، مستشفيات قبل كانت بلاش. هسه تروح اقل شيء اذا ما ادري بمستشفى الباص صار ب 5000 دينار. 3000. اي. وهواي هواي، ماي تعبان. انا طاب كهرباء، كهرباء تعبانه يعني كلش. هذا سوق الزق. واحنا احنا عندنا محطه هناك بالمال واسط. اي. يعني ما كهرباء قليله كلش، تعبانه كلش. عمي الكهرباء هنا ببغداد وهذا الشتاء تجي يوميا نص ساعه. اي صحيح. انا شايف السوق المسقف بالحي يقولون بيخوش كباب. كباب درجة أولى. كباب الحي. درجة أولى. هسه أنتم تسوون الكباب مثل كباب الحي؟ كباب الحي. هسه ما لقينا كباب. إن شاء الله فتش نص ساعة وتعال. وأنا أنا عشايمكم. كله على راسي. يلا أنت كمل 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 مالاتك. أنتم تباتون تباتون هنا شباب. إن شاء الله هنا. زين، هاي هدومكم ملابسكم شلون تغسلونها؟ وين تسبحون؟ بالمدينة. أي مصدقانة. أي. هنا أكو من حمامات شقق نروح نسبح فيه. شلون معاد أهل بغداد ضيفوكم؟ أو النعم من أهل بغداد. والله. والله. انتوا الحي بيها خزن ترى. يلا عافية عليكم، بارك الله بيكم.